إن شاء الله نحتفي برواية بعض الذي دار بيننا للكاتبة والشاعرة والإعلامية أمينة الفضل، وتلك الرواية هي أولى إنتاجها الروائي ولن تكون الأخيرة بإذن الله، ومن أعمالها الإبداعية السابقة مجموعة شعرية بعنوان وهمست إليك، مقالات صحفية بعنوان ما تبقى من دمع. ومعنا اليوم لمناقشة رواية بعض الذي دار بيننا الروائي الكبير رضا البهات، صاحب روائع ساعة رملية تعمل بالكهرباء، شمعة البحر، ليلة للغنى، بشاير اليوسفي، والناقد الكبير الأستاذ الدكتور يسري عبد الله. جمعنا اليوم عملاقان في سماء الإبداع الأدبي العربي والإبداع النقدي لمناقشة رواية بعض الذي دار بيننا. وسنبدأ مع حضراتكم مع الروائي الكبير الأستاذ رضا البهات ليحدثنا عن رواية الأستاذة أمنة الفضل. لأول مرة أعرف من كلام دكتور عبير إن دي الرواية الأولى. دي مش الرواية الأولى بالتأكيد، كان بتقال الكلام ده، يعني اتقال على روائيين آخرين، يعني إنه دي مش العمل الأول، يعني في أعمال أخرى مكتوبة في الدماغ قبل من العمل ده مؤكد. أثارت الرواية العديد من القضايا الشائكة اللي بتحاصر المرأة الشرقية عبر كل العصور وما زالت قائمة حتى الآن، مثل الزواج المبكر، الختان، سطوة الأب والزوج في المجتمعات الذكورية، وصورة القهر الواقع على المرأة حتى من المرأة نفسها، بتقهر المرأة قبل أن يقهرها الرجل. والآن مع ناقدنا الكبير الأستاذ الدكتور يسري عبد الله، اللي كلنا مستنيين رأيه في الرواية إن شاء الله. تفضل حضرتك. بعض الذي دار بيننا لآمنة الفضل عبر بطلتها المركزية بسمة، بسمة الموزعة والمأزومة بين عالمين مختلفين ومتناقضين في آن، عالمان متناقضان يرمز أو ترمز إليهما الشخصيتان المركزيتان معها في الرواية. أنا الآن أشعر بالنعاس، بدأ إصبعي ينزلق عن أزرار الحاسوب وعيني لم تعد قادرة على خط الحروف، لكن كعادتي دوما أخشى أن أودعك لأني أخاف ألا ألتقيك ثانية. ربما تكون مخاوفي نابعة من بقايا مفردات قرأتها في الكتب التي أطلع عليها، قد أكون لمحت شيئا بين السطور، ربما كان طريقا لا يعيدك إلى عالمي مرة أخرى، لا أدري، ولكني مرعوبة من تلك الصورة التي نسجتها مخيلتي عند فك اشتباك أيدينا وكل منا يذهب بعيدا لتبدأ رحلة الفراق. أنا سعيد بالمسألة أو بالمنطقة أو بالكتابة الشعرية، شيء مختلف وشيء جديد، وأنت بتملك النصيت هذا الشكل من أشكال السرد والكتابة، لكن كنت بتمنى أن أنا أشوف مسألة التفاعلات خليفة. ما خليفة ده، ما هو في خليفة، خليفة المسلمين، هل هو دلوقتي خليفة نفس الخليفة ولا خليفة بيتشزع وأمير زي ما قال الصديق صبحي، أمير في الآخر أنا بأكد أنه هو بيتلاشى، يعني هو زي المعالجة بتاعت فيسكونتي اللي هو المخرج الإيطالي لفيلم الموت في فينيسيا، ما فيش موقف، لكن هنا حالة وهنا حالة مختلفة تماما، هنا حالة موت وحالة قتامة وحالة غمام، ده في الموت في فينيسيا. هو طبعا أنا كنت مستنية، أنت طرحتي قضية في منتهى الأهمية وهي يعني قضية القهر اللي بيمارس ضد المرأة، كنت يعني حابة أنه يكون في أحداث بتوثق أكتر القهر في المجتمع، سواء بقى من أنت اخترتي نموذجين الأب والزوج، كنت حابة أنه يبقى فيه أحداث بتوثق القهر وبتوثق العنف اللي بيمارس ضد المرأة، طبعا بلغتك الرائعة، فكان أعتقد ده حيزيد من ثراء الرواية. لكن أخوتنا يعني مشت في نفس الاتجاه، اللي هي انطلقت برضو من المحلية من خلال كتاباتها، وأنا أفتكر العالم يحتاج إلى مثل هذه، يعني يتعرف على الأدب العربي من خلال هذه الكتابات. أنا حقيقة كما قلت لكم أنا لست برواي ولست بناقد، لكن استمتعت جدا بهذه الليلة الأدبية الرائعة جدا، رغم أنه عندي ارتباطات وعندي يعني عمل في منتدى القاهرة، لكن كنت أسعد أنه أنا أكون معكم في هذا اللقاء حقيقة، ولا استمتع جدا بهذا يعني الكوكب الرائع جدا حقيقة، وأي شخص يتحدث في هذا يعني في هذه الندوة كان إضافة حقيقية
لهذا الكتاب. أنا أفتكر هي محظوظة جدا أختنا آمنة بأنها التقت بهذه الكوكبة من الأشخاص حقيقة الرائعين. فأنا سعيدة جدا وأنا أعتبر نفسي محظوظة كما قال السيد القنصل، وسعيدة بالمداخلات والملاحظات، ونحن نتعلم يعني شيئا فشيئا. وأنا سعيدة حتى ببعض الجمل التي كانت لكن سعيدة بها، وهكذا نتعلم. وبشكر الدكتور يسري على ملاحظاته وعلى حديثه الذي إن شاء الله سيكون حاضرا في كل الكتابات القادمة. وأشكر الروائي الكبير رضا البهات، وأشكر أيضا الدكتور على تقدمة الندوة، وأشكركم جميعا وسعيدة جدا بكم وبهذا هذه البلد التي تعودت على 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 احتوائنا والاحتفاء بنا والولوج بنا عبر بوابات الأدب العالمية. شكرا جزيلا. مساء الخير. يعني بعد الدكتور يسري وبعد العظيم جدا البهات رضا البهات، ما فيش كلام. يعني أنتم رضا البهاب رفع الكتابة إلى السماء ولا أحد يستطيع أن ينزلها. الدكتور يسري وضع الأعمدة التي تجعلها لا تسقط من السماء على الأرض، يعني لا كلام. وبالتالي فدعونا نحن الشعب يعني الغلبان يعني نتجول حوالين هذه الأعمدة، يعني أو السوس اللي بينخر في البتاع. يعني تصور الأول الرواية أنها رواية دائرية، يعني نهايتها لا تنتهي بنهايتها ولكنها تنتهي ببدايتها.